السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة نقاط على تغريد مقطع نتيجة البيض. نقاط رجع حدث النقاط كلها. هي طبعا في النقطة إن كان تاخد نقطة ولا لا. طبعا مضى شيء اسمه قوامي، مضى شيء اسمه نسخ معدلة. يعني المطورين مختصين بتطبيق البيض صاروا مشددين كتير على تطبيق البيض. سمعتم شايفين خط النقطة هنا. أما في حال موقع هوامي بدك تروج جهازه، لأني التطبيق اللي راح تشتغل عليها موقع هوامي يحتاج جوك. الروت للجهاز كتير ضار، ما بنصح اي احد يروج جهازه. ليش؟ لان الروت بكسر جدار حماية الجهاز. بس كسر جدار حماية الجهاز النظام بتلف، بصير عندك مشاكل في النظام، مشاكل في البرامج. فنصيحة لكم لا احد يروج جهازه. هذا اليوم كان شرحنا اليوم عودة نقاط خبرة نقطة. لا تنسوا الدعم والاشتراك، فعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.